عاشرا اسم إبراهيم يتألف من أب وهام، ويعني أيضا الأب الأول والأعلى، فهو الأب الأول للرسول محمد والأنبياء عليهم السلام والصحابة الكرام كذلك. حادي عشر في معنى اسم إبراهيم يوجد كذلك الهيام، أي هيام الشخص على وجهه، فيخرج من داره وهو لا يدري أين يتوجه، ويخرج لا يدري أين يتوجه ويسير بلا قصد. مثلا هام الشخص بين الوديان والجبال في يوم أهيم أي بلا نجوم. قال الله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. معنى هذه الآية أن إبراهيم قال لقومه أهذا يستحق أن يكون إلها أو رب كما تزعمون، ما بال هؤلاء القوم لا يفقهون شيئا. فهذا يسمى في اللغة العربية إنكار لما كان يعبد قومه، وليس إقرارا بذلك حاشاه، لأن الأنبياء معصومون من الكفر والشرك قبل النبوة وبعد النبوة ومن المعاصي الكبيرة وحتى الصغيرة الخسيسة. ثاني عشر ينقسم اسم إبراهيم كذلك إلى كلمتين أب ورام. ورام هنا تعني المحبوب في اللغة العربية كذلك، وهذا ينطبق تماما على النبي إبراهيم العربي عليه السلام، لأنه هو خليل الله، هو الخليل خليل الله. أخيرا فجذر اسم إبراهيم هو من أب وهام. إبراهيم أب وهام، معناه الهام أو الهامة هو رأس القوم أو سيد القوم ورئيس القوم وزعيم الناس وأبو الجماعة، فهو أمة. النبي إبراهيم كان أمة، وهو أبو الأمة، أبو الكثيرين من الأنبياء والبشر والصحابة. يقول الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، سورة النحل آية 120. لنتوقف هنا في هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة سوف نتكلم عن النسب العربي للنبي إبراهيم عليه السلام.